السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. انتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم، ان شاء الله عندي لكم وصفة ديال الدجاج والروز. هذا ان شاء الله الدجاج، انا درت هذا، درت الركيبات والجناوحات. تقدروا ديروا الدجاجة، تقدروا ديروا النص اللي عندكم. كنديرها انايا وكتجي زوينة وكتجي في الفران، انا حيت هاد الدجاج راه بلدي. داكشي علاش غنطيبو في الكوكوط، قبل نطيبو شوية ماشي في الكوكوط، ما نسدش عليه. غادي نطيبو غير 10 دقائق، ربع ساعة كاع يطيب، حيت قاصح شوية هاد الدجاج بلدي. عندي هنا شي كيلو ديال الدجاج، عندي هنا جوج بصلات اللي هما مقطعين ومشلضين، عندي هاد الطريف ديال حامضة، أنا كنبغي الحامض، ممكن نديرو حامض مسير، أنا ما متوفرش عندي. هذا شوية زيت اللي هكايا، الزيت البلدية والزيت النباتية، نص كاس، ممكن نديرو قل أو كتر. هنايا عندي لكم العطريه اللي هنا، معلقه د الملحه ممكن على حساب الرغبه، هذه معلقه الثومه مطحونه، هذه معلقه د السكنجبير، معلقه د البزار، معلقه د الخرقوم ما يسمى بالكركم، وهذا اللي كيقولوا ليه الكيري، ما عرفتش شنو باللغه العربيه، بالفرنسي كيقولوا ليه كيري. وهذا درت شويه لانني مجهد، انا ما كنبغيش يكون مجهد، نبغي غير القياس. دابا ان شاء الله غادي نخلط هاد العناصر كلهم، نحطهم فوق البوطه يتشهروا شويه، ويعدي هنا شويه الربيع اللي هو مكونجلي، غادي يتحل ملي نديرو يسخن. وهنايا عندي الفطر اللي كيقولوا له الشامبينيون، هذا غنخليه حتى ندير الروز. هذا مطيشه غادي نقطعها نديرها فوق الروز، من بعد نوريها لكم كيفاش درت لها. هذه الفلفله وهذه القرعه الخضراء اللي كيقولوا لها الكريجيطا او ما يسمى بالكورجيت، نتلاقاو ان شاء الله ملي يسخن هذا ديرو يطيب، وملي نبغي ندير الروز نتلاقاو ان شاء الله. ها بسم الله المريقه ديالنا ها هي تشهرت وتلبات وبدا يطيب، وندير دوكا شويه الربا. حقاش غندير الروز غنقوي الماء، كون ما كنتش غندير الروز غنخليه يطيب ربع ساعه، حيت الدجاج هذا بلدي. كون كان رومي غنديرو نيشان في البلاطو تاع الفران، نكب عليه الروز ونسد عليه ربع ساعه، ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. يا بسم الله، هذا الشامبينيون اللي نقطع فيه هاكو تقريبا كملته، ونديرو هنايا، غنديرو في كاسر ونعطيه واحد شويه في الروا ديال الدجاج. بسم الله، حيت هذا غيبقى منفوخ وياخذ ليا البلاصه في الفران. هاد المطيشه ديالتنا ها هنا، بسم الله المطيشه ها هي، انا مقطعاها موجدها ها هي. هنا هاد المطيشه راه كتجي روعه، هادي انا قطعتها هنا على جوج، كتجي في النف في الطياب وفي الحريره في كل شيء. وغادي نزيد هنايا هذه الفلفله والقريعه، نزيدهم شويه ديال هذه البازيليك ها هي هنا، هذا شويه الكمون، هذا شويه البزار. البازيليك هذه هنا كتباع على هذا الشكل في ليدال ولا الدي ولا في وشا، ولا كتبع في الماكزي على هذا الشكل، وكتجي فنه وروعه وبنينه ولذيذه. ونزيد شويه الملحه في هذا في مطيشه هذا، ونخلطها هكا بسم الله. نبدا ندير هكا، نتسنى ندير الدجاج ديالي راه طاب وجد، هاكو الدجاج ديالهم اللي طاب. غادي ندير الروز وكل كل، انا غسلتو الروز ديالنا واجد، ندير هنا نغسله، ندير بيدي بسم الله. هذا الدجاج ديالنا نكبوه هنا، نكبو نسطو ونحيد هذوك العنيكات كدرتهم. وهذا العنيقات هذو نحيدهم، ندير كنست في نحيد هذا العناق هذو غنردهم للكانيله، ما غاديش نستف غير هذا الدجاج. هذا بلدي، شوف كي كيدير ملي كيطيب، مش بحال الدجاج الرومي. نستف هذو هنا الفوق ونوريوكم التقديم ان شاء الله النهايه، نقادوه بسم الله. هذا بعد ما درت الزيتون مليحه وزيتو هذا، نديروه فوق الروز والدجاج
الخضيره هذه راه كتجي بنينه. الشامبينيون ها هو بعد ما طيبتو وزدتو ريق هذا الرند اللي ما درتهاش مع الدجاج، كاين اللي كيقول ليه ورق الغار، كاين اللي كيقول ليه ورق موسى، كل واحد اش كيقول له. هذا الشامبينيون حقاش طيبتو واحد شويه نزيد شويه الروه حيت غادي يشرب داك الروز، نديروه في الفران، نخشوه في الفران واحد تقريبا نص ساعه ولا 40 دقيقه، ملي يبان لينا كلشي طاب صافي نجبدوه ونقدموه، ونقدموه بالصحه والراحه. وهاد البريري ديالاتي ما نساوهش، هانكو هذا البراد ديالاتي ضروري مع الدجاج ومع اليدان، ونزيدو الشلاضه الا بغينا، وراها زعما اكله كامله. وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله.